السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم قصة وطن، وهنرسم أهم الإنجازات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ونتعرف على طريقة رسم هذه اللوحة. هنشوف طبعا مع بعض في هذا الفيديو كيفية الرسم. هنبدأ نرسم مع بعض في هذه اللوحة بعض الإنجازات الموجودة في المملكة العربية السعودية، زي هذه مثلا. هنا من خط هنا بالشكل هذا، نرسم بعض المعالم الدينية وبعض الأشياء اللي هي موجودة أساسا. فهبدأ هنا في المنتصف نرسم شكل مثلا الكعبة، بعد كده نرسم مثلا هنا برج الساعة، هي الأبراج. طبعا كلها رسومات يعتبر تقريبية، يعني ما هي اللي هي رموز، يعني ما أنا أصح. بعد كده ممكن نرسم هنا طبعا هذه المباني اللي هي بجوار، طبعا كل هذه المباني حديثة، طبعا من الإنجازات. بالإضافة إلى التوسعة، طبعا هذه ترمز إلى التوسعة اللي حصلت في حرم المكي. هذه اللي هي برج المملكة اللي احنا شايفينه كده. هنا بعض المباني اللي هي انجاز طبعا في العمران. كل هذه تعتبر مباني حديثة. ايضا في الاتجاه من الثاني حاولنا نخلي فيه نوع من انواع التوازن في التصميم او في رسم هذه الانجازات. هذه احنا شايفين كده رسمنا بعض الرسومات، نبدأ نلونها باستخدام الألوان. استخدام اللون الأخضر ممكن ألون كل هذا بالأخضر، وبعد كده أعمل كتابات عليها.
طبعا الكتابة لو هكتب كتابة يكون باللون الأبيض. اللون الأبيض هذا زي ما عندك ألوان مائية استخدام اللون الأبيض، ممكن تعملها باستخدام الطامس، تكتب أيضا عليها باستخدام